لعبوا ماتش هناك وماتش هنا قدام طلائع الجيش، هل الاهلي جاهز الماتش ده؟ جاهز طبعا جاهز. يعني اكيد اكيد جاهز. بالعكس ده يمكن الاهلي كان عنده فرصه الموسم ده ما كانتش موجوده في المواسم اللي فاتت ان هو يعمل معسكر اعداد، تمام. وعلشان كده الاهلي كان موفق في قرار الاعتذار عن عدم المشاركه في البطوله العربيه. هفضل دايما كان موفق طبعا ده، ناس طبعا، كتير انتقدته. لا انتقاد مش في محله طبعا. انت ليه تضغط نفسك وتروح بدل الوقت اللي انت المفترض ان انت تريح فيه في الصيف، ايوه. تدي لعيبتك اجازه ما خدوهاش من زمان جدا بعد ما فزت بكل البطولات الممكنه طول الموسم، تمام. وتروح تعمل معسكر الاعداد للموسم الجديد، تشوف ايه النواقص اللي عندك زي مظبوط. مركز المهاجم وتدعمه وتدور على مهاجم. ليه تضيع الوقت ده كله في ان انت تروح تحط نفسك في صدام مع فرق عربيه مفهوم جدا تمام حجم التنافسيه معاه، ومفهوم جدا ان بتبص لها ان هي مباريات ديربي مش مباريات وديه. يعني بالظبط. هي في النهايه البطوله العربيه بطوله وديه طبعا بس، لا فيها الموضوع تنافسية حادة ده بالظبط. حقيقي. انت يوم لما هتروح تلعب ضد فريق من دوله عربيه الناس هتتعامل معاه ان هو ديربي، لان انت أكيد. النادي الاهلي وشفنا لما باسمك الزمالك شارك بالظبط. وكان أدى بصراحة بطولة كويسة نادي الزمالك رغم كل الظروف، لكن كانت التنافسية فعلا حادة وعالية جدا يعني. فانت هيتبص لك بصيت ان انت النادي الاهلي بطل افريقيا، نادي القرن، جاي بجماهيريتك وشعبيتك الكبيره، مطلوب منك ان انت تفوز بكل مباراه. ناس مش هتبص لها بصيت ان هي بطوله وديه او تمام. ان كولر محتاج يجرب، والحقيقه ان كولر مش محتاج يجرب. مش الزمالك محتاج. طبعا مش محتاج، الزمالك هو اللي كان محتاج لان معاه مدرب جديد، ومدرب جه سعيد صحيح. من الدار للنار. يعني جه لقى الزمالك في موقف صعب في الدوري وبيقولوا له لازم تفنش في مركز مؤهل لبطوله افريقيه لان بالظبط. ده التارجت بتاع الفريق، ولازم تنقذ موسم كارثي خسرنا فيه كل حاجه. فالراجل ما كانش عنده فرصه ان هو يجرب لعيبته، هو صحيح. شايف فريق عنده مشاكل كتيره وشايف ان انا محتاج تدعيمات، لكن ايه وكان هي بيجرب فعليا افكار جديده كمان يعني، ممكن محتاج بعض الوقت. ف بالظبط، فايه فعلا المراكز اللي انا محتاج ادعمها، ايه اللعيبه اللي انا محتاج ان انا اديها فرصه، وايه اللعيبه اللي انا محتاج ان انا اخرجها من حساباتي. فكانت فرصه كويسه للزمالك وكانت فرصه كويسه بالظبط لاوزوريو، صح. لكن كولر هو مش محتاجها. هو كولر مع الاهلي من بدايه الموسم مظبوط. وفاز مع الفريق بكل البطولات ومكمل ده الموسم الثاني بتاعه، يبقى ايه الافضل بالنسبه له لو حط الامور في ميزان؟ يعني هل ان انا اشارك في بطوله في الصيف وازود الاجهاد بتاع فرقتي، وان انا برضه ازود على نفس الضغوط، ولو لا قدر الله حصلت نتيجه سلبيه بعد ما كانت الناس طايره بيا وطالعه بيا السما صح. هيبصوا ان انا لما رحت معترك بقى قوي مع فرق عربيه لا الامور ساءت، ولا ان انا ادي للعيبتي راحه وارجع اعمل معسكر اعداد في بلد اوروبيه واشوف الدنيا بتاعت المهاجم دي هترسى على ايه صح. وهنعمل ايه. لا طبعا انا مع ان الاهلي كان يعتذر صحيح. عن عدم المشاركه مع البطوله العربيه، فالاهلي عمل معسكر اعداد، اللعيبه خدت فتره راحه كافيه، تمام. لعب ماتشين وديين، التالت اتلغى طبعا بسبب الاصابات اللي كانت موجوده في الاهلي. فانا شايف ان ده اعداد كويس لمباراه زي السوبر الافريقي. ثم كانوا ماتشين وديين بس ما كانوا ماتشين، التالت اتلغى، التالت الاولاني اللي كان في المعسكر بتاع اللي فات الاولاني اتلغى خالص. بالظبط. يعني لو كان حتى كولر كان حاطط في باله ان هو يلعب 3 ماتشات وبقوا ماتشين انا مش شايف ان فيهم مشكله، جاب المهاجم اللي كان مستنيه، وفي نفس الوقت في عنده اللعيبه شاركت مع منتخبات بلادها زي علي معلول وبيرسي تاو والرباعي اللي شارك مع منتخب مصر وديانج كمان. قبل وديانج طبعا، بس ديانج طبعا ما شاركش في المباراه بتاعت مالي وكوت ديفوار. فاقصد اقول ان انت لحد قبل المباراه ب3 ايام كان عندك 2 اساسيين بيلعبوا مع منتخبات بلادهم، وكان عندك اليو ديانج و4 في منتخب مصر. فانا شايف ان الاهلي فبالتالي لا الجاهزيه جاهزيه موجوده كبيره بالنسبه طبعا. للنادي الاهلي.